رجعنا لكم بعد الفاصل بفقرات عديدة ومختلفة ومنوعة. في هذه الفقرة الروحانية اللي رح نتكلم فيها عن كيفية محاسبة الإنسان لذاته مع بدايات العشرة الأوائل من ذي الحجة، نلاحظ أنه انتشرت كثير الرسائل الدينية اللي تطلب المسامحة والغفران، اللي فيها الكثير من التهليل والمباركة بهالأيام الفضيلة. كل واحد منا قاعد يحاسب نفسه ويقول أنه لازم أبدأ بداية جديدة مع اللي حولي ومع ربي. كيف أبدأ هذه البداية الجديدة وكيف أراجع حساباتي وكيف العلاقة تكون علاقة عظيمة جدا في هذه الأيام العظيمة؟ كل هذه التفاصيل راح نتعرف عليها مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة مشاعل الإبراهيم، مستشارة في تطوير الذات. يسعد مساك. حياك الله، يعطيك العافية. الله يعافيكم، نورة معانا. طبعا احنا في أيام فضيلة كثير، صحيح. العشرة الأوائل من ذي الحجة وبعد مقبلين على يوم عرفة، كيف تكون الاستعدادات الروحانية لهالأيام هذه؟ طبعا كيف لازم نجهز؟ احنا مبرمجين ان احنا نستعد لها بالعبادات، على طول نقط نفسنا سيدة بالعبادات. قبل لا ندخل في العبادات لازم ندخل في العلاقة اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اللي هي المشاعر. هل فعلا انت العبادات اللي انت قاعد تسوينها باستشعار، ولا يلا تعالوا نجمع اكبر عدد من الحسنات؟ حلو ان احنا نجمع الحسنات، بس حلو ان احنا بهذه الايام نزيد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نزيد تواصلنا بالله سبحانه وتعالى. يعني في وايد احيان كنا مثلا لما ندخل رمضان يطلع لنا مثلا احد المشايخ يقول لنا لازم تسامحون برمضان، فنسامح. اي العيد شو نسوي؟ اذا شفناهم شفنا الاوادم، ولا كانه سامحنا طول رمضان، صح ولا لا؟ صحيح. لان هي كانها فتره معينه، انا يلا بنطر بس العيد علشان ارجع مره ثانيه. هي بالشعور او باللا شعور لازم انت تبدا تراجع مشاعرك الداخليه، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لازم يكون في وعي اول شيء بعلاقه الانسان مع ذاته. صحيح. وهذه العلاقه هو يطورها شوي شوي في علاقته مع ربه ومع اللي حوله. صحيح، هو من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مختلفة تماماً عن العلاقة بالبشر. يعني مرات بعد ما يطلعون من رمضان يلحق شخص مثلاً أزمة مالية ويقول شلون ومن وين أجيب وليش يصير معي كذي؟ زين أنت وين الرب اللي قاعد تركع له وتصلي له؟ وين ثقتك فيه؟ يعني قبل شوي إحنا قبل اللقاء تكلمنا عن الرزق. حتى الرزق ما يثق حتى بالرزق، من وين؟ الرزق في السماء، رزقكم في السماء وما توعدون، وهو يعتقد أن رزقه بالأرض ورزقه من الناس، فهو قطع علاقته بالله سبحانه وتعالى. يعني في علاقة عميقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى لازم تبدأ تراجعها من داخل نفسك، من داخل ذاتك، استشعارك بالعبادات نفسها وايد، يعني لازم يكون وايد عميق. يعني حتى تكلمنا عن صلة الرحم قبل شوي. صلة الرحم لما تروح تزور الناس، أو تروح مو بس زيارة صلة الرحم، لما تدخل على أي أحد، لما تقول السلام عليكم، شنو يعني السلام عليكم؟ يعني أكيد اللي قاعدين يشوفون الحين في حديثك يعني رسائل تثقيفية وتوعوية. السلام عليكم يعني اللي قاعدين يشوفونه أنه يا ربي أعطني السلام عشان أنا بعد أعطي غيري هذا السلام وأتمناه لغيري. صحيح، احنا نقول السلام عليكم صارت كأنها عادة، السلام عليكم السلام عليكم، بس ما نستشعر معناها العميق للموضوع. أول شيء احنا اسمنا مشتق أصلاً الإسلام من السلام، فاحنا مفروض نكون مسالمين طول الوقت في حالة سلام. يعني حتى لو ان احنا انفعلنا أو شيء نرجع لحالة السلام. لما تقولين الأحد السلام عليكم، دخلتي مجلس أو دخلتي مكان وقلت الأحد أو قلت الأحد السلام عليكم، معناته أن أنا الحين يعني كأني ألقيت عليك عهد بالسلام. أن السلام أني ما أفسر كلامك اللي أنت قاعد تقوله ولا أدخل في نواياك، وأن حتى لما أطلع منك أكون في حالة سلام، فما أتكلم عنك بشيء مو زين. يعني فتصير القعدة كلها أو الجلسة كلها في حالة سلام، يحيط فيها السلام. إحنا لا، إحنا ندخل في نوايا الأوادم وننسى أصلاً أن إحنا أصلاً بدينا. يعني طبعا هذا حديث النوايا اكيد راح نكمله في فقرتنا، بس انا الناس اللي قاعدين يشوفون هالفقره هذه يقولون قديش هذه السلام الداخلي والروحانيات هذه قديش لها ابعاد نفسيه على حياتنا اليوميه. طبعا الابعاد النفسيه عميقه جدا جدا جدا، لان تدخل في كل تفاصيلك. يعني انت لما تعيش في حاله سلام مع نفسك، سلام مع الناس، شنو تتخيلين العيشه بتكون؟ شنو تتخيلين يعني لما تكونين انت في حاله سلام؟
طب إذا أنا إنسان مثلا عندي كثير مشاكل نفسية، أنا كيف أوصل لهذه العلاقة الروحانية الجميلة بيني وبين الناس وبيني وبين ربي؟ هو لازم تبدأ تفهم نفسك، لازم تبدأ يعني تسوي لك خطة شلون تفهم حق يعني نفسك. هل أنا يعني مقصد كلامي أنه قراءة القرآن، التثقيف الديني له دور، قناعة الإنسان بهالأشياء هذه؟ طبعا القرآن وعلاقتنا فيه علاقة عميقة جدا جدا، وفي رسائل وايد. يعني أمس كنت أشوف مقطع للشيخ الشعراوي فيقول القرآن يكلمك أنت، يرد عليك، يعني الله سبحانه وتعالى يرد عليك من خلال القرآن. فإحنا ما نستشعر هذا الشيء، إحنا يلا نجمع حسنات، أوكي تعودنا أن يلا الحرف بعشر حسنات ونجمع حسنات، لكن هل فعلا نشوف القرآن ونشوف شنو يحاكي بداخل أنفسنا، شنو اللي شيء موجود عندنا وفي رد فيه للقرآن؟ أشياء كثيرة، علاقة مع القرآن عميقة جدا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ويكلمك أنت يعني كشخص. فلما تستشعر الكلمات، تستشعر جمال الكلمات، تستشعر معانيها، تسكر تقرأ القرآن وتسكره وأنت ما استفدت شيء، معناته أنه يعني عبادتك فيها خلل. يعني أكيد طبعا مع انشغالاتنا اليومية، مع ظروفنا الحياتية، مع ضغوطات اللي قاعدين نعيشها، إحنا كيف نقدر نقسم التزاماتنا وواجباتنا وأيضا عباداتنا؟ كيف نقدر نوازن بينهم بحيث أنه ما يطغى شيء على شيء؟ أول شيء كل شيء في الحياة هو عبادة، نية، أنوي أن بعملي أنه يكون عبادة. مرات يكون الشخص مشغول طول اليوم بس هو متعبد عند الله سبحانه وتعالى، علاقته فيه هو معكم أينما كنتم، متصل فيه طول الوقت. لكن في أشخاص يتعبدون كل يوم لكن منفصل، هو تلقاه أنه لما يجيله أي مشكلة أو أي ظرف، وين الله سبحانه وتعالى اللي أنت تعبده؟ ما مو موجود في العمق في داخله. النية كمان مرة مهمة، هي نوايا، يعني أنت تعمل أنت فأنت يعني في حالة عبادة، تتكلم أنت في حالة عبادة، كل شيء تسوي أنت في حالة عبادة، بس أنوي خلي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى واتصالك جدا قوي فيه. ويعني أهم شيء كمان الواحد ما يتدخل بعد في نوايا على الآخرين، يعني نيته تكون لنفسه فقط، يعني ما يحكم على نوايا الآخرين. طبعا علاقة الله سبحانه وتعالى بالأشخاص ما تقدرين تتدخلين فيها، ما لها دخل أبدا في الشكل الخارجي. إحنا يعني تبرمجنا أو تعودنا أن نحكم على الآخرين بالشكل الخارجي، ما لها علاقة. يمكن يعني يكون شخص شكل الخارجي لكن قلبه متصل بالله سبحانه وتعالى. احنا ودنا بعد نستمر معاك ونكمل معاك الفقرة الجميلة هذه، ولكن الوقت قاعد يداهمنا. نشكر لك وجودك معنا أستاذة مشاعر. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية، تشرفت فيكم. الله يسعدك ويعطيك ألف عافية. شكرا لوجود الأستاذة مشاعر الإبراهيم، مستشارة في تطوير الذات. فقرة سيدتي مستمرة معاكم، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. تكنولوجيا التعليم في مدارسنا، هل استثمرناها كما يجب؟